الفرق بين كان وايه وكان. بص خد بالك، انتبه، لاحظ، من الضروري، شوف انا باكد عليك جزئيه مهمه، استخدمت اربع وسائل التاكيد لاهميه اللي جاي. عايز اقول لك اللي جاي ايه؟ عايز اقول لك ان طنط كده واخواتها ديت او الافعال بتاعه المقاربه والرجاء والشروع، الخبر بتاعها لازم يكون، بص، يكون ايه؟ جمله فعليه والفعل مضارع، جمله فعليه والفعل مضارع. وقف كده معايا.